انقلبت قاطرتان من قطار مخصص لنقل النفط في مدينة الحلة تحديدا في حي الجزائر نتيجة خروجه عن السكة، الأمر الذي كاد أن يتسبب بكارثة. دعونا نشاهد. الجزائر النفط النفط شنو هاي الصاير؟ السلام عليكم. هاي شو وقت انقلبها؟ بس هاي سمسوا هذول الخطيه، بس لا طابوا عليهم النفط الاسود. ويلي دمر حديقتهم خطيه. اقول لك هو القطار كل ما يفوت يرقم. اذني ما تلت روح ما شبيه. ماكو صيانه هيك، شوف اذني مشلعات. هو رايح بح. شال السكه سوى يا يعقوب، يقول لك حتى السكه شالعها. استغفر يا رب. هذا خوش تغير المكان، تغير غير بلادي هذا. غير بلادي هذا. هذا صار تبليط. هاي بالحلة بحي الجزائر انقلب القطار، وش صاير بيه؟ نفوت شلون تبدأ